مرحبا واهلا وسهلا فيكم، معكم هما مريس اتش اس كرياتيف ديزاين سيرفيسز. كثير من التساؤلات بتجي على السوشيال ميديا او حتى عند بين المصممين، هل ممكن نقدر نحن نحذف جزء من الفيديو او اوبجكتس من الفيديو، او اذا كان في كذا انسان بالفيديو ممكن نحذف واحد منهم ويستمر الفيديو ويبين الفيديو انه كانه ما في شيء؟ طبعا فينا نحذف. إذا بتلاحظوا بالدروس السابقة مثل ما تعلمنا وشرحنا عن خاصية الكونتينت أوير فيل ببرنامج الفوتوشوب بكتير من الدروس، فيكن تشوفوا عندي بالقناة. نفس خاصية الذكاء الاصطناعي من المتوفرة ببرنامج الفوتوشوب كمان وفروها بالإصدارات الأخيرة ببرنامج الأفتر إفكت، واللي هي خاصية الكونتينت أوير فيل، أنه هو يقدر الذكاء الاصطناعي يستخلص مكان هذا العنصر اللي بتحسبه او هاي الشخصية او هاي النقطة او اي مكان بالفيديو بتحسبه، ويحاول يعمله ميرجينج او يعمله دمج مع البيئة المحيطة الموجودة بالفيديو. طيب هذا الشيء كيف، مشان ما نكتر حكي، كيف هذا الشيء بيصير همام ريس ببرنامج افتر افكت؟ خلينا نشوف. عندنا مثل ما نكون شايفين هذا الزلمة هو ومرته رايحين عم يعملوا سياحة على الرمل. طيب نحن بهذا الفيديو بدنا نشيل له مرته ونخلصه منه بالمره. طبعا ممكن هذا الفيديو يكون فائده لكثير من الازواج او كثير من الشباب يستفيدوا بالفيديوهات تبعي. طبعا هذا الشيء فقط من باب المزح عم نحكي. بعد ما حددنا نحن المقطع اللي بدنا اياه نحن نقص فيه مثل ما الكل شايفين، هذا هو المقطع عم يتحرك يمين ويسار. الخطوه الاولى بنجي على البين تول او حرف الجي من الكيبورد وبنختار ماسك حوالين اي المدام او هاي البنت لحتى نحن من نخفيها او من نقصها. لاحظوا حدد لي هذا الماسك. طبعا انا بدي ارجع اظهر، فينا اكبس هون على inverted طالعة، او انا بيجي بختار من هون subtract. اوكي طيب هلا خلينا نشوف نحن كيف صارت النتيجة، طلع الزلمة لحاله. لكن هون هذا السواد كيف بنحله. هلا قبل ما نحن نجي ندور على الكونتنت اوير فيل لازم اول شيء نعمل، طالما في حركه مثل ما لكم شايفين، لازم اول شيء نعمل نحن عمليه تراك للماسك. شو هي عمليه تراك للماسك؟ يعني الماسك كل ما عم يتحرك فريم خلي يصير في عمليه تراك مع الفيديو تبعته. كيف بنعملها هي هما مريس؟ نقص باليمين بنعطيه تراك ماسك. التراك ماسك هو بيظهر لك هون بالقائمه مثل ما لكم شايفين، قائمه التراكر. هاي هي قائمة التراكر. قائمة التراكر بيحكي لك هو فيها انه بدك اياها بس للبوزيشن، بس للمكان، بدك اياها يعمل لك سكيل وروتيشن، يعني يعمل لك اياها بشكل كامل، بدك اياها يعمل لك اياها للفيس، بدك اياها يعمل لك شيء. نحن هون ما بدناها يعملها للفيس، انها تجي بالافتراضي هي مثلا بوزيشن والتحريك اليمين اذا في تفتيل يمين تفتيل يسار، لانه البنت كمان عم تتحرك على يمين يسار، فنحن بناخذ هي. كيف بنبلش؟ هلا شوف لما عم بقول لك كون تراك سيلكتد ماسك فورورد، يعني مجرد ما نكبسها نحن هاي هلا ببلش هو يبلش تلقائيا عم يعمل عمليه تراكينج. عم ياخذ هو كل فريم، لاحظوا هون الفريمات كيف عم تنعد، عم ياخذ كل فريم من عم تتحرك فيها البنت هيك يمين عم تتحرك يسار، لبين ما يخلص لنا هون للكل بيكون عملنا عمليه تراك. وهلا مثل ما انكم شايفين عملنا، لاحظوا عملنا تراك وسجلنا تسجيل حركه لكل الفيديو تبعنا. طيب اوكي هما مريس هلا عملنا تراك، شو الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها اللي هي بسيطه كثير، اللي هي بنجي على اداه الكونتينت اوير. هلا المفروض تكون اداه الكونتينت اوير، انا منزلها حاططها هون الكونتينت اوير فيل. لنفرض ما كانت موجوده هون، وين بنلاقيها هما مريس؟ بنجي على ويندوز وبندور على شيء اسمه كونتنت، بتكون هي مانا معلمه، بنكبس عليها كونتنت اوير فيل. لاحظوا عم يرجينا انه هي هي المنطقه اللي نحن اللي بده يحاول انه يسكرها هو بشكل معين. الالفا هون من طبقه الالفا، نحن كل ما عم نكبر طبقه الالفا عم نعطيه مجال انه يعني مثل عمليه الفيزر يكبر المنطقه اللي حواليها كثير حواليها. انا ما بدي اياها يكبر المنطقه كثير، خليها على الاربعه او على الخمسه ممكن هيك نحن ناخذها. هلا هون الفيل بصد شو بدي اعبي جواتها؟ مثلا هو بدي اعبي من الاوبجكتس، شو الخيار من نختار؟ هلا هو اوبجكتس، نحن عمليا نحن عندنا هاي المراه هي تعتبر من الاوبجكتس، شجره مراه كذا اوبجكتس. السيرفيس امتى بنستخدم السيرفيس؟ السيرفيس لما بيكون في عندنا نحن سطوح وممكن نكون بنعمل شيء للوجوه، يعني للفيس او لشيء قريب اكثر. الايدج بليند للمسافات ممكن نحطها نحن للاشياء اللي ممكن تكون في عندنا بعيده،
ممكن نشتغل نحن بالإيدج بلاي. لكن احنا بالحاله تبعيتنا خلينا نحن رح نضل على الاوبجكت. هون بالنسبه للورك اريا عم يقول لك انه نختار انا بس الورك اريا واختار الانتر ديوريشن، يعني اختار كل مساحه العمل الموجوده هون ولا بدي اختار بس انا الانتر ديوريشن. انتر ديوريشن يعني الشيء الموجود اللي انت محدده. هلا انا تلقائيا محدد، لاحظوا انا تلقائيا محدد المنطقه اللي بدي اياها لتكون هي عمل لي فيها، لانه ممكن يكون انت عندك الفيديو هون دقيقه دقيقتين، انت بدك تعمل بس عمليه الكونتنت اوير فيل لخمس ثواني او لثلاث ثواني للتخفيف مثل ما بيشتغلوا بالافلام. طيب هلا هون شو فينا نعمل؟ هلا هون حطيت لنا خيارين. الخيار الاول هو كرييت ريفرنس فريم. كرييت ريفرنس فريم يعني هو انه هون عم يقول لك هون هذا بيحولنا على الفوتوشوب، بياخذ لنا صوره مشان نحن نعملنا كونتنت فير، نجلسها بشكل جيد وبعدين نرجع نحفظها هون ورجع ياخذها. او هو بدك تعتمد على الذكاء الاصطناعي تبعه واللي هو الموجود جواته لهذا البرنامج، وهو بتعطيك كرييت فيل لاير. يعني هلا هو فورا بيعبينا هاي المكان بدون هاي البنت، مجرد ما نضغط هلا هون كرتين فيل لاير بيعبينا اياها بالذكاء الاصطناعي تبعه. طبعا ممكن يكون في عنده شويه اخطاء، ممكن يكون ما يكون دقيق 100%، لذلك هو حاطط لك خيار كرييت ريفرنس فريم. هلا هون بهي الحاله لما بيكون احنا في عنا الماسك الحاسفينه او المنطقه، نحن مثل ما انا شايفين الفيديو كلياته شايفين انه سهل او ممكن يكون تعبايه الكونتين الاوير فيل، يعني هو ممكن يلقط لحاله بدون ما يفرجينا انه في اخطاء او في مشاكل، فنحن ديركت بنعطي الكونتينت فير لاير. اما بالنسبه للفيديوهات اللي ممكن تكون معقده وفي الوان كتير وفي يعني في دخلات وطلعات، هلا هون معذورين عن بعضهم تقريبا شوي الشاب عن البنت، لذلك الكونتينت فير لاير اوتوماتيكيا او الذكاء الاصطناعي رح يلقطه، ممكن بمجرد ما نعطي نحن كرييت فير لاير ياخذها بشكل كتير مرتب. اما بالنسبه اذا كنا لا في عنا شيء صعب، ممكن صعب يعملنا كونتنت فيل اوير لحاله، فنحن بنعطيه هون كرييت ريفرنس فريم. هلا اذا ضغطنا على الكرييت ريفرنس فريم شو حيعمل؟ هو اخذنا لك اخذنا لمكان على الفوتوشوب مثل ما لكم شايفين، حط لنا هي المنطقه. طيب هاي المنطقه نحن كيف نعبيها؟ هلا انا ما حعبيها هون، انا بس مشان اعطيكم الطريقه للفيديوهات، ممكن يكون عندكم فيديوهات صعبه. كيف نحن فينا نعبيه هم مريس بالفوتوشوب او لنظبط هذا الفريم؟ نختار نحن الماجيك توز او حرف الدبليو، حددناها باليمين، بعدين بنكبس يمين بناخذ كونتينت اوير فيل. الكونتينت اوير فيل لاحظوا هو تلقائيا الذكاء الاصطناعي تبعه الموجود بالفوتوشوب حيسكر لنا اياها كلها. طبعا بعد ما صلحها بالفوتوشوب مثل ما لكم شايفين، فنحن هيك صار هذا الفريم هو دليل لبرنامج الافتر افكت ليشوف ليشتغل عليه. طب كل ما هنالك هو بعد ما صلحناها نحن هون نعطيه كنترول اس حفظناها وبنرجع لبرنامج الافتر افكت. اذا كبرنا هون هلا هو هذا الفريم الاول عم يرجيك انه هو سوا دليل له، شاف اول فريم لحذف هاي المره الموجوده هون عملوا اول دليل له. طيب نحن كيف بدنا نعمل؟ بنحطه فريم فريم؟ لا ما حنعمل فريم، نجي لهون بنعطيه جنريت فيل لاير. هلا هو ببلش بقى بيفتح مثل ما عم يورجيكم، يورجيكم كم عنده من الفريمات على سبيل المثال. هون عم يبلش عم يعمل لكم عمليه الانلايزنج الفريمات الموجوده هون. هلا هي هون كلها بيخلصها اقتداء بهذا الدليل اللي نحن اعطيناه اياه هون. وهلا بعد ما خلص عمليه الجينيريت وعمليه الانلايزنج بنشوف مع بعض كيف النتيجه. طلع الزلمه لحاله بدون البنت او المرأة اللي كانت معه، يعني نتيجة جدا جدا مذهلة بالذكاء الاصطناعي اللي مطبق بهي الخاصية تبع الكونتينت اوير فيل. مثل ما انا شايفين تم ازالة العنصر بشكل تام ومن دون ما يكون في اي مشاكل. اذا عجبكم الفيديو يا ريت ما نبخل على همام ريس باللايك وكومنت ومشاركة للفيديو ليوصل اكبر عدد ممكن من الناس المهتمة. واللي ما له مشترك بالقناة يا ريت ينورنا ويشترك بالقناة ويفعل الجرس لتوصلوا للدروس الجديدة. وبدي اذكركم باني مفعل ميس الانتساب للقناة، اللي حابب ينورنا ويفوت ويشوف المزايا الحصرية للمنتسبين بالقناة اهلا وسهلا فيكم. كان معكم همام ريس، كونوا بألف ألف خير.